طيب نروح بقى سريعا لمدينة السحر والجمال. مدينة العلمين الجديدة، بتستعد مدينة العلمين الجديدة لاستقبال رابع الرحلات والبرامج الطلابية، وده ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2024 لطلاب الطلاب بالدمج مع ذوي الهمم. وده الحقيقة مش أول مرة، ولكن إلى حد يعني إلى حد بعيد منذ بدء هذا المهرجان شفنا العديد من الرحلات، شفنا العديد من الأنشطة كمان اللي بيشهدها المهرجان، سواء كنا بنتكلم في الأنشطة اللي مشاركة من مثلا وزارة الثقافة بتقدم العديد من الأنشطة، كمان وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الشركة المتحدة وبالتعاون كمان أو يعني بيقدموا هذه الخدمات وهذه الرحلات مش فقط بس الطلاب في الجامعات، لكن كمان الطلاب الدمج من ذوي الهمم، وبينظم هذا أو بيتم تنظيم هذا الحدث مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة. وفي تصريح للدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أكد على أهمية هذه المشاركة وأوضح أن الأسبوع الرابع هيشهد مشاركة 6 جامعات مصرية، هي الأزهر وأسيوط وقناة السويس، الوادي الجديد، الإسكندرية، المنوفية، وتشارك كمان هذه الجامعات في أنشطة متنوعة بتشمل الفنون التشكيلية وكرة القدم الخماسية وكرة الطائرة الشاطئية.